اهلا اهلا كريم. يلا انا ماشي على الشغل. اسمعني بي شو بدي اقول لك. انا حكيت وجيه وقلت له انه انت بهالويكند رح تشتغل بالباب، فان شاء الله تنبسط. اذا انبسطت كفي بالشغل بي. ها، وانا قلت له يمرق لك دفع على الحساب. اكيد رح انبسط يعني. ايه بس تحت تحت اقول لك شغلي، بدي ارجع اقول لك اذا حسيت حالك يعني مزعوج ومنك مرتاح بالشغل اترك الشغل وارجع على البيت. اكيد اكيد ما تعتلم. لك شو قصتك كارين؟ لك ليش ما حكيتي لك شي كلمه؟ يدلي انا. يا اهلا وسهلا بالشباب، شرفتوا الباب. كاسكن مرحبا. أهلا أهلا. يا أهلا يا أهلا وسهلا بالأستاذ كريم. يا أهلا وسهلا بالخواجة كريم. لا بأخر يا كريم يا حبيبي. ما بينا أجي الساعة 11. لا شو 11؟ 11 كتير بكير. تعا الساعة 2 فرد مرة. لا شو مفكر حبيبي حالك هوني إنك موظف دولة؟ لا بل في الساعة 7:30. شو سمعت؟ 7:30. حتى تحضر حالك وتساعد الشباب بالتنظيف وتساعد نزيه بترتيب الطاولات. شو فكر الشغل هيك يا استاذ كريم؟ كوني فكانت. طيب ماشي خلص، بكره بجي بكير. نزيه. ايه خيي. تفضل عود معنا، خذ لك كاس. لك شو جاي عم تعمل هون؟ يلا خد كريم على المطبخ وقول له شو لازم يشتغل. ايه طيب يلا سرعه على المطبخ. ايه ايه حبيبي، شو مفكر حالك هون جاي تشتغل مدير؟ اكيد على المطبخ، هون كنا بنشتغل نفس الشيء، بيجن الصحون بالمطبخ، بتنظيف الخضره، بتنظيف الباب، كل شيء بيطلبوا منا الشغل بدنا نشتغله. طيب ماشي. لك نزيه نزيه. ايه خيي. بس خلص كريم شغله جوا، خليه يجي لهون على الصاله حتى يساعدك. ايه حاضر. بسرعه. يلا يلا ماشي. يلا 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 قدامي. يلا يا هلا وسهلا. شرفتوا الباب. كيسكون. تأخر يا فادي. روقي لك يا كاري. روقي يا عمي، روقي. قومي لنطلع على الأوضة، مش منيح يجي يشوفنا بعدنا ناطرينه بالصالون. دق له سأله وين صار. لك شو بدك تنزعل تشغلي ولا كاري؟ شو دق له؟ عم يشتغل الصبي، اتركيه طولي بالي يا فادي. الساعة 2:30. لك ما هذا الشغل بالباب، بتعرفي شو يعني شغل بالباب؟ يعني للصبح. شو؟ للصبح. أنا رح دق لوجيه قول له خليه يبعثه. لك بدك تنزعل من الطبخة أنت؟ ماشي نطلع نقعد بالاوضه خلصينا. طب دق له انت. دق له لوجيه وقول له ما ياخره، خليه يبعته بكير. لك كيف ياكلك يا كريم؟ ما نحن بدنا اياه يشتغل، بدنا اياه يتعب، يعرف قيمه التعب، قيمه المصاري، يعرف انه اللي عم يعمله غلط. تاخر يا فادي. لك خلص طولي بالك، هلا هلا بيوصل، طولي بالك. قومي نطلع لفوق. يلا دق له لوجيه. دقيت له لوجيه وقلت له، دقيت له طولي بالك يا فادي. صارت الساعه 3. لك كل ساعة بتزيد ايام، هلا كيف بتنام ونصف ثلاثة؟ لك طولي بالك روقي، ما بدها القد طولي. هلا بنطلع نحن، هلا بعد شوي بيوصل، طولي بالك. انا ما رح ارتاح، انا ما رح ارتاح الا لشوفه قبيل عيوني. لك روقي. ما فيي ما فيي ما فيي ما فيي. روقي يا كارين، شو ما فيك؟ اهلا 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 كارين، يعطيك العافية. كيف كان الشغل؟ لك بعدين بعدين يا عمي. هيدا اللي كان بدي اياه، جاي تعبان ومستوي على الاخر. يا دل انا لك يا حياتي، هلا لما يرجع من الشغل بنعمل اللي اتفقنا عليه. اوكي. هلا ما تحسسي انه رايح على الشغل كانه مهاجر، رايح هجرة. اوكي. بدي اياك تطولي بالك وتروقي، ها؟ احسن ما كل اللي عم نخطط له يروح دعان. اوكي. يلا صار لازم امشي على الشغل. مش بكي؟ ما دخيلك، امبارح تاخرت اكلناها بهدله. شو؟ رح طولي بالك، ياكلها بهدله. ما هذا الشغل مش لعب، هذا بده يروح على الوقت ويشتغل مزبوط. مزبوط مزبوط. ايه. يلا وفى بيي، وفى وفى. شو صار هلا؟ شو عم تعملي؟ بدي دق له لهالمرت وجيه انشره. بعد ناقص يبهدل لي ابني. ليك يا مرت، إذا بعد بتعاملوا بهيدي الطريقة ما بتعرف شو رح يصير فيك. بيتأخر بيجي ساعة اللي بده، ما لك حق، نحن عم ندفع لك مصاري.